السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم بالقناة ديالي ديالكم. مرحبا بلي عاد دخل القناة ديالي وتعرف عليها. ما تنساوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتمنى القناة ديالي المحتوى ديالها يعجبكم وينال الرضا ديالكم. اليوم غادي ندير واحد البيتزا عائلية بحجم كبير، زوينة بزاف، بحشوة ديال الحوت وديال الشاركيتري، يعني كتجي رائعة وبنينة بزاف، وحتى العجينة كتجي زوينة بزاف وسهلة، يعني مقادير موجودة في البيت، ما احتاجوش شي حاجة كثيرة ولا، وكتجي حسن من ديال ديك اللي كنشريو في البيتزاريا ولا احسن المطاعم. غادي نبداو اول حاجة بالعجينة باش تخمر لينا، وندوزو عاد نشوفو المقادير. عندي هنايا 300 غرام ديال الفورس، وواحد نص كاس ديال الفينو، نص كاس ديال العنبة ديال الفينو، معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه، وشويه ديال الملحه، وشويه ديال الابزار، وشويه معلقه ديال الثوم غبره، ومعلقه ديال الخل. وغادي ندير واحد الكاس ديال الماء، الكاس ديال الماء ديال اللبن، كنزيد عليه ندفيه بالماء طايب، غير ندفيه باش يمكن لي نعجن. وغادي ندير ربع كاس ديال زيت الزيتون. صافي، كندير المقادير كامله، كنخوي هذا اللبن اللي دفيته بالماء طايب، ونعجن العجينه شويه بشويه، ندوب بعد هذيك الخميره، وكنعجنها بلا ما ندلكها، نعجنها غير نجمعها ونخليها شويه خفيفه تلصق في اليد. صافي، ونغطيها، ندير لها شويه الزيت من الفوق، نغطيها ونخليها تختامر. هاد العجينه واخا شفتوها سهله، ما كتدلك ما والو، ماشي صعيبه، ما فيهاش مقادير يعني كثيره، ولكن راه كتجي رائعه رائعه بزاف، كتجي لذيذه بزاف، وكتجي يعني خفيفه ومنبله، يعني رائعه، يجربوها على حسابي. انتما تشوفوا العجين كيلتصق. صافي، ملي كنجمعها ونخليها هكا، كندير لها نقطه الزيت من الفوق، نغطيها ونخليها تختامر. وغادي ندوزو نصيبو لاصوص ديال المطيشه، هي اللي غادي نطيب، اما باقي المقادير ما غاديش نطيبها، انتما غتشوفوا معايا. هنا حكيت جوج مطيشات مع صبيع ديال الثومه محكوك، شي عريشات ديال الزعتر الطري، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وزيت الزيتون، وخليتهم يطيبوا، يعني لاصوص عاديه ديال البيتزا. قلت لكم تزيدوا عليها شويه ديال مطيشه ديال الحك، انا ما درتهاش. بالنسبه للمقادير اللي عندي، عندي الفلفله الوان الخضراء والحمراء والصفراء، قطعهم دوائر رقيقه، وعندي البصله خضريه مشلضه. ما عندكمش البصله خضريه ديروا بصله عاديه، المهم تقطعوها رقيقه، السويرات رقيقين. وعندي مطيشه كذلك جوجة مقطعام هكا الانصاف، ومقطعام يعني نص انصاف رقاقين. عندي لي زونشوا منقيين حيد ديال السنسول، وعندي لا دانت فيمي، وعندي هاد القطع ديال لي كراب. عندي الفرماج الوان، يعني ديروا الاحمر الموتزاريلا ولا الايمونتال، يعني اللي عندكم، ولا هذا الموتزاريلا كتجي فنه، كتجي فنه الموتزاريلا، كتعطي هذيك خيا ما بنيناش، ولكن كتعطي هذيك التجبيده ديال الفرماج. دابا بعد ما خمرت لي العجينه، كنغبر الرخامه مزيان، كتعرفوا راه العجينه خفيفه بزاف باش ما تلصقليش في يدي. نحاول ندهن حتى يدي كاع بالزيت باش نحيدها ونديرها فوق الرخامه ونخدمها. الطحين اللي غادي نقرص به من الاحسن يكون الفينو او السميده رقيقه، باش كتجي هي كتكون مرطبه، ولكن القشره ديالها كتكون حرشه شويه، وكتجي كتجي ديك القشره ديالها كتجي لذيذه بزاف، يعني في المذاق ديالها. حتى الايطاليين راه كيقرصوها بالسميده، يعني باش كتجيهم زوينه بزاف. شفتوا العجينه كيف مطلوقه معايا مزيان وزويونه، واخا هي خفيفه، يعني عاطيه الطوع، ما كتلصقليش، تعاونوا معنا غير بالدقيق وصافي، وراه كتجي زوينه. صافي، كنسرح رقيقه مزيان، دير على شكل مربع على قد الطاوه اللي عندي. انا غنستعمل هاد الطاوه، كندهنها بالزيت ونرشها بالدقيق اولا بالسميده اللي بغيتو، انا رشيتها هنا بالفينو. غادي نطوي هاد العجينه هكذا باش يمكن لها يعني ما ديفورماش ليا، وانا كنهزها، وغادي نديرها في الطاوة.
صافي كنفتحها دابا في الطاوه ونقادها. الا واخا تقطع لكم شي شويه يعني تكوليو ديك البلايص صافي وكتكون عندكم مزيانه. بعد ما كنسرحها وكنقاد مزيان دوك التقطاع اللي كان عندي كنكوليه صافي كنقاد الجناب. كندير دابا خويطات ديال زيت الزيتون هما الاولين، عاد كندير لاصوص طوماط هي اللي قادني اللي طيبت يعني. اما الفلافل والمطيشه والبصله درتهم خضرين، حتى لي زونشوا حتى هما خضرين. ها هي المطيشه بعد ما طابت لي لاصوص ما كنخليهاش خفيفه بحال هكا كتجي مزيانه وما كتجيش سايحه. بعد ما كندهن لاصوص كندوز دابا شويه طبقه ديال الفرماج هو الاول موتزاريلا، باش ملي كتجيو تقطعوها كتجي ديك هكا مجبده ومعلكه. ملي كديروا الموتزاريلا في الاول وكديروا في الاخر الفرماج عادي، بغيتو ديروا حتى هي حتى موتزاريلا الفوق ماشي مشكل. غادي نحط الموتزاريلا كنحكها ما كنخليهاش دي طرونش هكا يعني راكم عارفين ما خليوهاش دي طرونش غلاضين، كنحكها احسن. كندير دابا البصله ونزين بالفلفله الوان، مطيشه هي الاولى بعدا. من بعد المطيشه كندير الفلفله الوان وعاد كندير لي زونشوا. شفتوا على منظر كيجي بحال الجريده، منظر هائل يعني عين المنظر كيخليك الالوان كيخليك تشهد تاكلها. دابا غادي يبقى لي غير لي زونشوا، كنحيد السنسول بطبيعه الحال نغسلو نقيه، نحيدو ديك واحد الشويكات كيكونوا في الظهر ديالو اللور ديالو كنحيدها حتى هي، نحيد الشويكات اللي في الجناب صافي. وكندير نقسمو على جوج وكنزين به بحال هذا الشكل هذا. دابا كنديروا واحد الخويط ديال زيت الزيتون، من بعد شي شويه ديال الملح وشي شويه ديال البزار من الفوق. اما هاد داند فيمي وديك ديال لي كراب والفرماج غادي نخليهم حتى يطيب هادشي، نخرجوا من الفران وندير ليه داك المسائل اللي بقات لي ونعاود ندخلوه غير شويه ونخرجوا. دابا بعد ما خرجتها من الفران غادي نزينها كذلك بهاد لي طرونش ديال جون ديال داند فيمي وديال لي كراب بحال هكا، ونغطيهم بالفرماج ونعاود ندخلها الفران غير شويه تذوب الفرماج صافي. ها هي البيتزا بعد ما طابت، غادي نقطعها دابا ونوريكم كيف كتجي رائعه رائعه بزاف ولذيذه. وداك دانت فيمي داك النكهه ديالو كتعطي المذاق الزوين، وتدوك الطرونش ديال لي كراب كيجيو فنين ولي زونشوا. نتمنى تجربوها وتعجبكم، وما تنساوش اللايك والاشتراك قبل ما تخرجوا من الفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.
استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.